يا جلالة الملك تفضل تفضل اجي تشوف الشعب الشعب دي متعرق بعرق. انا الناس ما شارياش، الناس ما شراتش يا صاحبي، ورا الناس ما شراتش. والحولي في 12 كيلو 14 كيلو تيقول لك 3500 درهم. السلام عليكم، ممكن تصرفنا بالاسم ديالك واعطينا التصريحات ديالك كيفاش كتشوف؟ مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صالح محفوظ من مدينة فاس. أنا الرسالة ديالي للحكومة والبرنامج وماشي غير هنا، الناس اللي تيمشيو في وقت الانتخابات يقبطوا 200 درهم و 300 درهم ويتعشاو ويصنعوا الفساد أما تيطحنوا الشعب. تفضل السيد الوزير، تفضل السيد الوزير، تتقولنا عاونتوا الفلاحة ب 500 درهم وتتقولنا في وسائل الإعلام على القنوات المغربية بالله الحولي موجود. تفضل السيد الوزير المحترم، أجي لمدينة فاس للسوق ديال بن سودة وتبتنا الأقوال ديالكم وديال القنوات المغربية. هادشي اللي بغيت نقول، راه كاينة عصابة مسيرة الشعب وتتقتل وتنهب الشعب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وتاف الناس اللي تيقبطوا 200 درهم و 300 درهم وتيمشيو يدلوا بالاصوات ديالهم وتيتعشاو وتيبيعوا العائلات ديالهم والازواج ديالهم 200 درهم و 300 درهم و 400 درهم للصوت على مده ديال 5 سنوات. ماشي حتى انت الحولي احسن منك انت لتتبيعوا الضمائر ديالكم. تفضل السيد الوزير المحترم، انا ما غنسب من هذا ولكن تنتكلم معاك من باب الواقع. تفضل السيد الوزير للسوق ديال بن سودة مدينة فاس وتبتنا الاقوال ديال القنوات المغربية ديالكم. انا الاسم ديالي صالح محفوظ مدينة فاس. شنو الرسالة ديالي؟ يطيحونا من الحولي ما غيطيحوا. شوف الشريف راك غلط، شوف الشريف واش هذا، شوف اللي مسيرين هادو كاع اللي مسيرين الدوله رؤوس الماليه، والرؤوس الماليه لا تحمل في الفقير الشعب ولا تحمل اساسا ليبراليا. الرؤوس الماليه اصحاب الاموال الطائله كلهم الفلوس ديالهم على برا، واش غيخموا فينا حنا؟ واش غيفكروا الشعب المغربي؟ بارك علينا. وانا تنقول رسالة لجلالة الملك، يا جلالة الملك راك انت ملك المغرب، ملك الفقراء، راه هاد الناس قتلوا الشعب ديالك، راهم قتلونا، نهبونا، سمصونا الدماء ديالنا. يا سيدنا يا جلالة الملك حفظك الله، تفضل يا جلالة الملك وخرج الله يجازيك بخير. حنا تنوزلك رسالة من باب حنا فقراء، والرسالة ديالنا حنا ما نوصلوا لا الوزير ولا البرنامج. انا ما تنصوتش ولكن راه تنوصلها لسيدنا الله ينصره لجلالة الملك. يا سيدنا يا جلالة الملك، تفضل تفضل اجي تشوف الشعب جاي متعرق بعرق. راه ما كاينش ثمن مناسب، راه الشعب تيموت. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وشعارنا الله والوطن والملك. كنشوفوا الأغلبية ديال الناس مساكن اللي كيدخلوا كيشريوا، باه تيدخلوا للسوق وما كيلقاو حتى حاجة. أنا براسي دخلت نشري وأنا راجع بحالاتي باش غنشري، ما كاينش مراقبة، ما كانش مراقبه. وحنا ما انا ما تنصوتش وما غنوجه رساله غنوصلها لسيدنا الله ينصره لجلالة الملك. يا سيدنا الله ينصرك، الله يطولنا في عمرك، الله يشافيك، لا انت ولا الامير ولا الحسن. خرج وقول واحد الكلمه اللي حنا تنتظروها منك كما كانت يقولها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله كان تيشوف من الحاله ديال الشعب، وانت سموك ملك الفقراء، وحنا ما عندنا شي حد من غيرك الا انت والله سبحانه. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، شعارنا الله والوطن والملك. على الناس ما شارياش، الناس ما شراتش يا صاحبي، ورا الناس ما شراتش. والحولي في 12 كيلو 14 كيلو تيقول لك 3500 درهم، هاد الناس باش غادي يشريو؟ راه حرام يا صاحبي، راه ولا الظلم.
وراه هاد العام الكيلو الكيلو في العيد غيطيح ب 4000 درهم 4000 درهم 4000 درهم والله العلي العظيم اللي غيطيح راه اللي كلا هاي دوره وجدي وجدي دابا عاد قال لي والله ما يعطي 12 كيلو والله ما يعطي 12 كيلو قالنا 150 الف فرنك على سماش هاد جدي غادي يطيح على سماش اين اين هو هاد الحولي ديال السبليون اللي قالوا لنا انا هو اين هو تفضل زاده تفضل وانا تنقول للناس الناس بخل المواطن المغربي المواطن المغربي تيمشي في وقت الانتخابات تيصوت وتيبيع راسو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لان احنا اللي تنصنعوا الفساد احنا اللي تنصنعوا الفساد وشكرا للجميع. بالنسبه خويا شوف راه حنا مقهورين والله يسام مقهورين بالله راه حنا يا واسطه فينا الله عظم راه حنا ما شوف اقسم بالله يا اولاد يا القوي كياكل الضعيف هنا في فاس وماشي غير في فاس راه المغرب كامل راه كلشي باغي يحرك كلشي باغي يمشي لاوروبا راه ما فتحوا لنا غير الطريق والله ما نجلسوا هنايا بالله. كيف ما شاهدتوا الاخوان المتتبعين والمتتبعات على قناه الحوار بريس كيف ما كشاهدتوا بان كاينين معاناه كبيره والحولي بانه طلع الاسعار ديالو مرتفعه والناس اللي باغيه تشري القدره الشرائيه ما بقاوش قادرين باش يشريوها الاخوان.